أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن 4373 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية قد بدأوا تطبيق مساق خدمة المجتمع خلال عطلة نهاية العام الدراسي في 136 مؤسسة رسمية كالمراكز الصحية ودور رعاية المسنين ومراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمكتبات العامة، مشيرا إلى أن هذا المساق يعد مشروعا تطوعيا رائدا على الصعيد العربي. وزار الوزير عددا من المؤسسات المتعاونة مع الوزارة في تطبيق مساق خدمة المجتمع، مؤكدا أن الوزارة أضافت هذا المساق ضمن متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة بهدف تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعهم وغرس وترسيخ قيم العمل التطوعي والجماعي، فضلا عن إكسابهم المهارات التي تعينهم على النجاح في الحياة المهنية مستقبلا. وأضاف الوزير أن المساق يشتمل على 60 ساعة تدريبية يطبق خلالها الطالب بالمستوى الثاني من المرحلة الثانوية 30 ساعة داخل المدرسة من خلال المشاركة في المشاريع المعززة للمجتمع المدرسي، إضافة إلى 30 ساعة خارجية في عدد من المؤسسات الرسمية الخدمية، مشيدا بجهود هذه المؤسسات في إنجاح هذا المشروع الرائد. اليوم يهنيه من خدمة المجتمع حق مركز مدينة عيسى مصادر التعلم. الخدمة اللي حين قاعد أشتغلها إنه هو الكيو آر اللي أسويه إنه أبرمج يعني المستخلص من الكتاب بصورة رقمية عشان بعدين بس واحد يأخذ التلفون يأخذ حق الكود صورة ويطلع على المستخلص من الكتاب كامل. كانت أول رغباتي هي إن أختار المكتبة لأن هي أنا أحب القراءة، فحبيت إني أخدم وطني بحبي للقراءة. مني تعلمت وايد أشياء مثلا التقنية الرقمية، وهني جيت تعلمت شلون أجرد الكتب بالتصنيف الديوي زين، وتعلمت شلون أسوي التقنية الرقمية مثل الكيو آر كود وعمل قصة رقمية، وحين أنا قاعد أعمل في التلفون الآيفون بس شلون أسوي القصة مع صوت وصورة. والله البنات متعاونات، واللي احنا نعطيهم إياه من شغل أو أشغال يسوونه وينجزونه ويساعدونا في الشغل، بس طبعا تحت إشرافنا. طبعا مشروع جدا ممتاز لأنه ساعد الطلبة عموما في هالمرحلة أنهم يتعلمون شلون يكون العمل مستقبلا في الوظائف أو التخصصات عامة، وشلون يكون روح التعاون وروح الفريق.